مساء الخير لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. يعني بالطبع هذه أولا كما تفضلت هذه هدنة، وبالتالي هي ليست في اتفاق دائم، على الرغم من أن حديث المبعوث الأمريكي العراب هذه الاتفاقية هوكشتاين كان قد تحدث معنا في زوم يعني خاص بأنه يعني كان وضعت هذه الاتفاقية لكي تكون مستدامة ومستمرة. لذلك ربما نرى بأن بالرغم من الفروقات التي حصلت في الأيام الأول، إلا أن يعني حزب الله كما نقول نحن في العامية يعض على الجرح ولا يرد على هذه الفروقات بالرغم من سقوط يعني ضحايا وجرحى في هذه الاستهدافات من الجيش الإسرائيلي. لذلك نرى بأن حزب الله عندما وقع على هذه الاتفاقية كان يريد بالفعل وقف إطلاق النار بعد كل الضربات القاسية التي مني بها، وأيضا الجيش الإسرائيلي نرى بأنه مصر وحازم على تطبيق هذه الاتفاقية ولا نعم، يريد أن وهذا يعود. هذا ما لمسناه من تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قال أن الجيش سينفذ وقف إطلاق النار بقوة وحزم، وفي ذات الوقت ذكر نتنياهو أنه أصدر تعليمات بالاستعداد للحرب في حال لم تسير الهدنة بشكل كما هو متوقع أو كما هو متفق. يعني على ماذا يدل هذا الإصرار من الجانب الإسرائيلي بأنها جاهزة دائما للرد في حال كان هناك كسر لهذه الهدنة؟ سيدتي، هذا الإصرار هو نتاج يعني التاريخ الفاشل مع يعني القرار 1701، نعم والذي كانت المعضلة كلها عند لدى هوكشتاين أن يأتي بضمانات لتطبيق هذا القرار الذي وضع في عام 2006 بعد حرب 2006، ولم يطبقه لا حزب الله وبالطبع لم تطبقه إسرائيل. فبالتالي اليوم المعضلة كانت لدى هوكشتاين المفاوض بأن يأتي بضمانات لإسرائيل لتطبيق هذا القرار 1701، وهذا ما حصل عليه عندما يعني أتى بضمانة أمريكية. وربما تحدثتم في تقريركم عن الضابط الأمريكي الذي وصل إلى جانب ضابط فرنسي، نعم وغرفة عمليات هي قائمة في السفارة الأمريكية لتنفيذ هذا الاتفاق ومراقبته. لذلك يعني قبلت إسرائيل بهذه الاتفاقية، لأن أوكشتاين أي الطرف الأمريكي قدم كل الضمانات بأنه سوف يتم تنفيذ هذا القرار 1701 الذي لم يطبق في عام 2006، والذي ينص على تفكيك ترسانة حزب الله من الأسلحة وعدم يعني إرسال أي صواريخ أو تهديد أو خطر من الجنوب. لذلك نرى اليوم الجيش الإسرائيلي ما زال متمركزا في كثير من القرى، وهو لن ينسحب حتى يأتي الجيش اللبناني ليتسلم منه هذه المراكز العسكرية، نعم، وهذا ما وهذه تعمل النقطة عليه. التي أود الانتقال إليها. يعني الجيش نعم الإسرائيلي ما زال متمركز في بعض القرى اللبنانية، والتي حذر المتحدث باسم الجيش من خلالها سكان هذه القرى بعدم العودة حتى تسليم هذه المنطقة للجيش اللبناني. ما المتوقع في هذا الخصوص تحديدا؟ كيف سيجري الأمر؟ هل سيعود أهالي هذه القرى والمناطق إلى مناطقهم، أم أن الموضوع من الممكن أن يأخذ فترة أكثر مما هو متوقع؟ أظن هذا الذي يدل على حزم وحسم الجيش الإسرائيلي في تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وهو كمن يقول بأنني لا أريد أن أعود إلى خطأ عام 2006 عندما فقط توقفت الأعمال العدائية ولم يطبق أحد بنود القرار 1701. لذلك هو يصر بما أنه ما يعني باق في هذه القرى، وهو قالها يعني بصراحة بأنه لن ينسحب معه فترة 60 يوما، يستطيع أن يبقى حتى اليوم ما قبل 60، ولن ينسحب إلا إذا أتى الجيش اللبناني واستلم منه هذه المراكز. وبالتالي هذا كما قلت يدل على جدية في هذا تنفيذ هذا القرار، ولا سيما بأن الضمانة اليوم هي أمريكية. يعني الغرفة في العمليات في السفارة الأمريكية هي التي تنسق مع الجيش اللبناني وتنسق أيضا مع اليونيفيل لإتمام بنود هذه الاتفاقية. لذلك رأينا ربما تسرع من بعض اللبنانيون النازحون بالعودة في أول يوم أو ثاني يوم إلى قراهم، وهذا بالطبع هذه حالة عاطفية، يعني كانوا متسرعين للعودة لرؤية منازلهم، ولكن يعني فوجئوا بأن هناك جيش إسرائيلي وقد نال بعض منهم ربما يعني بعض الرصاص و القذائف. لذلك كان هناك تنبيه إن كان من عناصر الجيش اللبناني، وحتى أيضا كما تفضلتم يعني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان
وما زال يعني حتى الآن يعطي التعليمات بالمناطق المحصور على يعني الشعب اللبناني أو الناجحون أن يعودوا إليها حفاظا على سلامتهم. لذلك أقول بأن يعني الخطأ الذين يقعون به حتى الناجحون بأنهم يعتقدون أنها الحال كما حال 2006، أو الموضوع تغير بالكامل، هذه اتفاقية سوف تنفذ بكامل بنودها وهي على عدة مراحل، ولم تعد الأمور كما كانت، وقف أعمال عدائية وتعود الأمور كأن شيئا لم يحصل. الجيش الإسرائيلي أخذ قراره بإنهاء حالة حزب الله في لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى، وإذا لا يريد أن يصدر حزب الله هناك ضمانة أمريكية يعني تسهيل من الجيش اللبناني الذي سوف ينفذ أيضا هذه المهمة.